وهبتدي بريو دي جانيرو يعني الفريق المصري في اولمبيكس ريو دي جانيرو. عندنا المره دي اكبر بعثه اولمبيه بتشارك من يوم 5 يعني بعد 3 ايام في اولمبيكس ريو دي جانيرو والبرازيل. والحقيقه ان احنا عندنا يعني دي الاولمبيكس رقم 31، احنا عندنا بعثه من 120 رياضي. اللي هيرفع علم مصر في حفل الافتتاح هو الكابتن احمد الاحمر كابتن فريق اليد. ايضا عندنا يعني عندنا لاعبين في عدد كبير وكتير من اللعبات، عندنا رمضان درويش واسلام الشهابي من اتحاد في التايكوندو في الجودو، نتمنى ان هم يكونوا يحصلوا على ميداليات. عندنا عزمي محلبه في الرمايه، عندنا حسام حسين من الملاكمه، عندنا رجب عبد الرحمن وساره سمير وشيماء احمد خلف رفع الاثقال، عندنا مصطفى هشام الجمل من العاب القوه، وهيثم فهمي واحمد ابراهيم عثمان من المصارعه، عندنا عمر الجزيري من الخماسي الحديث، عندنا هدايا احمد ملاك من التايكوندو، عندنا علاء ابو القاسم من السلاح. يعني انا بقول اسامي لانه الحقيقه ان شاء الله دول كلهم يبقوا ابطال. واعتقد ان النهارده كمان احنا في الشوارع صورهم بقت موجوده في الشوارع كلها. طيب مين معانا؟ معانا الكابتن شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي من ريو دي جانيرو. كابتن شريف مساء الخير. مساء النور يا مدام لميس، اخبار الدنيا عندك ايه؟ والله الدنيا كويسه والبعثه كلها بخير، وكان في بس بعض المشاكل الاداريه في القريه الاولمبيه نفسها، بس دي كانت على جميع الدول مش احنا بس، وبتتحسن يوم بعد يوم والدنيا ماشيه كويس الحمد لله. الخماسي بقى عندك امل في مين يا كابتن؟ خماسي احنا عندنا 3 لعيبه تاهلوا و3 لعيبه اخرين هم احتياطي في حاله اصابه حد. عندنا عمرو وعمر الجزيري هم الاساسيين اللي هيلعبوا، لان الحد الاقصى هو 2 لاي دوله. وعندنا ياسر حفني واسلام حامد هم احتياطي، وعندنا في البنات هايدي عادل اللي هتلعب وايه مدني هي الاحتياطي. فرصنا ايه؟ فرصنا طبعا هايدي عادل هي اصغر لعيبه في بعثه مصر، عندها 16 سنة لسه صغيرة جدا، إن شاء الله هتشوفوها بطلة طوكيو بإذن الله. هي بطلة العالم في مرحلتها تحت 18 سنة، هي مصنف الأول عالميا تحت 18 سنة، إنما الأولمبياد هتبقى تقيلة عليها شوية. أما عمرو وعمر الجزيري فهم في القمة حاليا، هم المصنف الثاني والرابع على العالم في التصنيف الأولمبي والرابع والسابع في التصنيف العالمي. هم دول بنقول عليهم إن شاء الله أمل كبير جدا ان شاء الله في يوم المسابقه ان شاء الله يكونوا موفقين ويحرزوا لنا على الاقل ميداليه واحده ان شاء الله. غير الخماسي يا كابتن ايه الاخبار بقى؟ بقيه البعثه معنوياتها مرتفعه؟ عندكم امل في ناس تانية ممكن تحصل ميداليات؟ يعني ايه الوضع بالظبط؟ طبعا احنا حضرتك عارفه ان مصر اتاهلت في 20 لعبه من ال 28، دي او اكبر عدد من الالعاب نتاهل ليه في تاريخنا، والاول مره في سبعة أو ثمان اتحادات عندها أمل حقيقي في ميدالية. حضرتك أوريدي قلت أسماء اللاعبين مش هكررهم تاني، إنما بنتكلم على الملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال والخماسي والسباحة وألعاب القوة والرماية والتايكوندو وجوده، فعندنا ألعاب كتير بقى عندنا أمل، بقى عندنا أمل كبير إن شاء الله إن مصر تبقى في مكانها الطبيعي بين الدول ان شاء الله. في حفل الافتتاح هل فعلا برضو كابتن احمد الاحمر كابتن فريق اليد هو اللي هيرفع العلم؟ والله لم يحدد بعد، المهندس هشام حطب لسه واصل من ساعه الى القريه الاولمبيه، هيبقى في اجتماع الصبح ان شاء الله لمناقشه موضوع رفع العلم في حفل الافتتاح، هيبقى في اجتماع وهنعلن بعديه، لان احنا لازم نبلغ اللجنه المنظمه يوم 4 اغسطس بعد بكره ان شاء الله بمن سوف يحمل العلم ونبذه عن تاريخه ليهم. فده احنا طبعا في كرايتيريا معينه محطوطه، طبعا هنقعد هنتناقش فيها وهنعلنها للاعلام بكره باذن الله. بشكرك يا كابتن شريف عريان رئيس اتحاد الخماسي، بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى كل التوفيق للبعثه الاولمبيه المصريه. انا سعيده جدا بالبيلبوردز والاوت دور اللي موجود لكل ابطالنا في الشوارع، وانا يعني حقيقه يعني بحترم كل يعني ما اعرفش مين اللي منزل الاوت دور ده، هل الوزاره؟ طبعا دي ممكن تبقى اللجنه الاولمبيه المصريه، لكن يعني حقيقي انا سعيده ان احنا صور ولادنا الشباب من الابطال يكونوا
في كل مكان عشان نتعرف عليهم، عشان القصة مش كرة قدم بس. بس احكي لكم قصة لطيفة جدا على رمضان صبحي بعد شوية. لكن عموما يعني بجد الصور اللي موجودة في الشوارع هي صور رائعة لشبابنا في كل مكان. تعالوا اقول لكم كمان اسامي يعني البعثة راحت عبر السبع أفواج من 23 يوليو، وكان في البعثة الإدارية وفريق الطايرة، وبعدين يوم 25 كان في القوس والسهم والسباحة التوقيعية والغطس. وعلى فكرة احنا كويسين في السباحة، أتمنى ان احنا نعمل نتائج كويسة. فوق الثالث 30 يوليو كان في الطائرة الشاطئية. يعني في الحقيقة عدد من الأفواج 10 أفواج راحوا، وأتمنى النجاح لكل شبابنا ولكل الولاد والبنات أيضا. عايز أشوف بنات أبطال يرفعوا لنا رأس مصر، ويا رب يا رب بقى نشوف العلم بيترفع ويكون والنشيد الوطني. نفسنا نشعر أن فعلا لدينا ميداليات أولمبية.